كثير من المواقف اليوم، خصوصا انت يعني حضرتك، لانه البروفيل تبعك دائما انك مسيحي يميني، ثانيا معروف بمواقفك المنتقده اللاذعه لحزب الله وحركه امل، وكمان معروف بمواقفك المنتقده اللاذعه الى القوات اللبنانيه. وين اليوم رح يميل زياد اسود بكل هذا الاصطفاف اللي هو اصلا يعني شائك؟ خليني اقول لك شغله، انا بنتقد بس انا حاطط اطار قانوني لانتقادي. يعني انا ما بنتقد مزاج، يعني مش واحد بتحركه غريزته او انفعاليته او مجرد موقف ببغائي لانه انا بضمن اطار سياسي معين لازم يكون منافس او مواجه لاطار سياسي تاني. والدليل انه مواقفي هي كناية عن مروحة دايما بتبرم على كل الاطراف، بس اساسا ومبدأ وجوهرة قانوني. انا عم بضحك هلأ بتعرف ليه؟ لانه كل هاي المشاكل هلأ المطروحة والملفات اللي هي على نار مطروحة، يعني لا حل بالدستور ولا حل بالمظاهرات ولا حل بالتبريرات ولا حل بالمقايدات بين ملف وملف. إذا صحت حلا إنه نكون كلنا محترمين المبدأ الأساسي اللي من خلاله كلنا عم نشتغل بالشأن العام، وهو سقف القانون والعودة إلى القضاء ليكون الحكم بكل هيدي الملفات، وهو صاحب السلطة والصلاحية للحسم ما بين هذا الرأي وهذا الرأي. القضاء طالما نحن مش محترمين القضاء وهلأ عم نشنشع فيه، منشنشع فيه بملف الطيونة، منشنشع فيه بملف المرفق، منشنشع فيه بملفات أخرى لها علاقة ب يعني إزهاق حياة الناس أو إضرار بحياة الناس أو بأملاكها، طالما نحن عم نشنشع بالقضاء وما بدنا هذا القضاء يعمل دوره لا باستعادة الأموال ولا بكشف السرقات ولا بحماية الناس من الفاسدين ولا بردع القاتلين ولا بردع يعني المخربين ومفتعلي الأحداث الأمنية والطائفية والمذهبية، طالما نحن كلنا كلبنانيين مسلمين ومسيحيين حاطين هذا القضاء مع كل عوراته، لأنه أنا بحكي عن قضاة منيح بس إدارة هذا الجسم مش ناجح، وفي بعض القضاة يمكن متفلتين وما بدنا نحكي عنه مش هذا موضوعنا. طالما نحن حاطين هيدا الجسم القضائي اللي هو الوحيد الذي يعول عليه من أجل إخراج اللبنانيين من أزمات واحد، من حسم إشكاليات مع بعضهم اثنين، من ضبط الوضع ثلاثة، من ردع المتفلتين أربعة، من فرض العقوبات، وطالما نحن ضل نهشم بهذا القضاء لبطل عنده هيبة وبطلت الناس معتبرة أنه موجود وهو ملجأ ومرجع لازم نحن نروح لعنده، لأنه في سوء تصرف وفي سوء إدارة وفي بعض القضاة يعني بيتصرفوا برعونة وبتفلت نحن كلنا عنا هذه المشاكل اللي أنا برأيي منا مشاكل حل هين، بس نحن منخترع قضية ومنكبر لحجمها وما منعود نعرف كيف بدنا نسكرها. مثل امبارح أنه خيفي قتله وفي مقتولين امبارح، وين قصدك يعني الطيوني؟ في حادث بالطيوني حصل، في 7 شهداء وفي 37 جريح. بمعزل مين قوص على مين ومين بلش في هيدا الاطار؟ في ناس سقطوا. نعم. انا بالنسبه لي كل هيدا النقاش ما قالوش معنى بقى لحظة اللي بيسقط ناس بدنا ننبش على اللي أطلق النار. أوكي. بدنا ننبش على اللي أطلق النار، ما بدنا لا نجيب خوري ولا نجيب بطرك ولا نجيب مطران ولا نجيب شيخ ولا نجيب تجمع علماء ولا نجيب حدا. في قضاء بيروح بينبش على هيدي الواقعة بيثبتها بالأدلة. نعم. بيعمل إداناته وكلنا نحن نخضع. أنا بالنسبة لي كمحامي وكمواطن ما عندي ملجأ غير القضاء، ما بفكر إلا بهيدي الطريقة. كيف بالحرق إذا كنت بشتغل بالشأن العام وعلي مسؤولية سياسية ووطنية ويجب علي أني أخذ هذا الموقف؟ منشان هيك وقت بتقليلي أنت بتنتقد حزب الله أو حركة أمل أو الحريري أو القوات أو كذا، بقبل منك تقليلي أنا بنتقدهم هاو كلهم،
مثل ما بنتقد التيار تبعي اذا بعض الاحيان عمل اغلاطه او عمل شيء يمكن انا شفته غلط، وبذات الوقت بعطيهم حق وقت اللي بيكون لازم اني اعطيهم حق. هلا من هالزاويه عم تعطي حق. هلا من هالزاويه بموضوع الطيوني انا قلتها ورح ارجع اكررها من هون، الطيوني ليست معركه فيها حزب الله باي شكل من الاشكال. وهيدي على ماذا تستند؟ أستند على مثلا كتير انه حضرتك هلا عم تستبق التحقيق يلي حضرتك عم تدعي له. انا ما عم بستبق التحقيق، انا عم بواكبه للتحقيق تاكد للناس انه اللي عمل مشكل الطيوني اول نهار وعمل شارع مقابل شارع مع علمه انه هذا الشارع نازل يعترض على عمل قاضي، وانا هون بقول لك بين هلالين بمعزل اذا لهم حق ينزلوا يعترضوا على عمل قاضي. مش بمعزل، لا بعرف رأيك بهذا. أنا مش من رأيي إنه فين يعترضوا على عمل قاضي بهذه الطريقة، لأنه لجأوا إلى وسائل قانونية قدام المحاكم المختصة ضد هذا القاضي وما نجحت. فإذا نحن قدام واقع قانوني قضائي صرف، هلا ما نجح رحنا على الشارع كتير منيح، إلهم حق الناس يعترضوا. طيب. بالإطار العام السياسي العام التعبير عن الرأي يتظاهر. لحظة اللي أعلن عن هيدي التظاهرة التي تقودها حركة أمل بكل وضوح، ليه ما حزب الله كمان دعا له؟ يعني بس حزب الله لم يكن لا بمظاهر المسلحة ولا على مفارق الطرقات ولا بأي إطار عسكري مثل ما هني عم بيشبهوا. والدليل طلع خينا سمير قول مظاهرة شارع مقابل شارع، مظاهرة مقابل مظاهرة، خيي أنت شو فرقت معك؟ هاو الجماعة معترضين على هيدا القاضي، وهيدا القاضي عنده وضعية قانونية ومحاكم عطيته قرارات بتثبت له إذا بدك استمرار عمله. أنت نازل تساعد القاضي أو نازل تعمل مشكل؟ لا، هو كان يعلق على فكرة إنه في حال تحول هذا الشارع إلى وسيلة من وسائل القوة التي تمارس ضد القضاء العدلي او في المنطقه. هو شو بصفته؟ شو بصفته؟ في دوله بتحمي القاضي، ايه؟ في مؤسسات امنيه بتحمي القاضي، في سلطه قضائيه هي مرجعيته للقاضي، في حكومه بدها تعمل دوره، وفي مؤسسات دستوريه. صفتك شو انت؟ أوكي. من طب انا بدي اسالك انت اخذ بأي حق؟ يعني رح أقول لك بأي حق. ما فينا هيك ما طلع عباله ياخذ انه انا بدي دافع عن فلان بدي احمي فلان. في قاضي عنده مرجعيته. هو قال انه اهل عين الرمانه يدافعون عن منطقتهم، هيك بهذا السياق. هيك كذبه كبيره. بس خليني اقول لك لحظه، اول شيء قبل ما نوصل لهذا المطرح انه بعين الرمانه وبعدين شو صار بعدين، قلت حضرتك انه في 7 أو 8 ضحايا سقطوا. طب في التحقيقات ما زال عم تواكب حضرتك التحقيقات، في مجموعه من هؤلاء سقطوا برصاص مثلا الجيش اللبناني، لانه كمان كان في امر للجيش اللبناني انه كل حدا حامل سلاح وعم بقوس اطلقوا النار عليه. كثير منيح، ليش مستعجلين انتم؟ في ضحايا او في ناس سقطوا كانوا حاملين سلاح، كانوا حاملين ب7. خليني اقول لك شو يعني. ايه ما هون لوصلك لقلك انه انت اذا بدك تعملي اول شيء خلينا نتفق على ناس ابرياء لحتى هلا ما حدا يجي، وفي ناس طبعا ابرياء سقطوا. في شقين، خليني بس اوضح لك شغله. الشق الاولاني ما لك حق انت يا سمير جعجع تحت اي ظرف واي مناسبه وشو ما كان الموضوع تيجي تقول شارع مقابل شارع دغري على كعب الشغله قبل ما تحصل وكانك عم بتحضر اشكال. كيف بالحرق اذا كان في تجمعات امنيه غريبه موجوده بشوارع عين الرمانه من مدرسه الفرير لا لا لحدود بنايه الحجر، هلا اولاد عين الرمانه بيعرفوا ايه يعني مرورا بالريتشو وغيره، كمان اولاد عين الرمانه بيعرفوا عن شو عم بحكي. شو في له لزوم شباب عين الرمانه وانا واحد منهم وانا كنت ساكن تحته بعرف الحي، امبارح مرقت وتسمعت على اراء الناس وصرفت ساعتين امبارح تحت بس تحت تكون اكيد من الوقائع كيف حصلت. ايه بمعزل عن كل شيء، شو في لزوم ينزلوا شباب غرباء على المنطقه يتوزعوا مع اسلحتهم؟ 1 2 شو له لزوم؟ اذا بدي افترض هيدي المظاهره جاي بدها تخرب عين الرمانه، مين كلفك انت بدك تدافع عنها بالدم؟ 2 اذا بدك تدافع عنها كيف بدك تهديها؟ مش بنعمل مشكل وبنختفي وبنرجع بنترك شباب عين الرمانه قاعدين ببيوتهم اللي لا ناقه لهم ولا جمل، بده يصيروا يضطروا بالاخر يتدندلوا بمعركه مش معركتهم، يفوتوا بقصه طويله عريضه هن بغنى عنها ومر التاريخ عليها. هاي 1 2 بالمقابل
إذا القوات اللبنانية عندهم مسؤولية عن هذه الأحداث وفي مرتكبين وفي موقفين، شفنا بالمقابل سلاح، وأنا عم برجع بقلك في سلاح واضح بالفيديوهات، في سلاح وفي اقتحام لشارع اللي هو الشارع اللي أنا بسكن فيه. طيب بالمقابل ما شفنا على فكرة صور وفيديوز من الميل الثاني أنه في سلاح بالمقابل. لا في في شهود. بس ما أوكي في شهود، بس نحن كمشاهدين. أنت ما شفتي ما شفتي عارفوا. مش بس أنا على التلفزيون يعني الصور شفت. اللي انتشرت انتشرت بس من ميل. انتشرت بلحظة الحدث اللي حصل. نعم صح. بس ما انتشرت أو ما تصورت قبل بليلة. وأنا عم بقول لك قبل بليلي كان في مسلحين غرباء بعين الرمانة ينتمون إلى القوات اللبنانية ومعروفين بالأسماء ومعروفين يعني، والناس طيب. بيعرفوا وشافوهم. ما فينا نقول إذا أنا ما شفت الفيديو معناتها ما حصل. طيب. لأنه حصل. بس بالمقابل بدنا نعاقب القوات اللبنانية ويجب معاقبتها. ليه؟ لأنه أول شيء ارتكبت شغلة مش بشو؟ أنا دافعت عن منطقتها. ليش مين بيقول لهم دافعت عن منطقه مين قال لك اول شيء هيدي المنطقه مطلوب من حدا يدافع عنها واحد، ومين قال لك انه هيدي المنطقه مطلوب من حدا حزبي ميليشياوي يدافع عنها مش الدوله تكون مسؤوله عنها؟ ما كان الجيش موجود يا استاذ زياد روقي، واذا كان الجيش موجود انا ما لي حق كحزبي سياسي ميليشياوي مع سلاح اخذ على عاتقي دفاع عن منطقه وكانه البلد نحن بمنطقه مستقله مقابل منطقه مستقله وعم نقاتل بعضنا مش ببلد واحد. اذا في ناس مرتكبين ومشاغبين عندهم حركات بيعملوها بالشارع معهم سلاح نترك الدوله تعمل واجباتها، مش نحن بنروح بناخذ على عتقنا انه نحمل سلاح ونقوس على بعضنا وبالاخر بس يقتل حدا او تستدعينا القضاء او تكبر القصه علينا والجريمه تكبر بصير بالاخر بدنا بطرك وبدنا شيخ وبدنا مطران وبدنا كل امه الله وملكوته تتروح تدافع عنا لانه نحن اخذنا على عتقنا شغله مش شغلتنا. بس من مش شغلته يدافع. مين قال انه كان البارح البطرك مكلف بالدفاع عن سمير جعجع مقابل تصريح المرفق؟ تصريح التعابير تعابير هو قال استهجن مش بس امبارح، استهجن حتى قبل بعظه لانه اعتبر انه وانا عم بنقول عن استهجان بالقضاء ما في استهجان. خليك معي انا عم بنقول عن كلام البطرك بعظه نهار السبت عشيه قال انه ان لا يتحول من يدافع عن بيئته ومنطقته الى مكسر هذا عصر. الخلاف الاساسي هل كلامك ممكن يفسر على انك انه ايه انه اهل هيدي المنطقه اذا فاتوا مجموعه لعندهم على شارع الفرير وصاروا يسبون وصاروا يعتدوا عليهم ويكسروا سياراتهم شو مفروض يعملوا؟ لا مش مفروض يعملوا شيء. انا بعرفك زياد اسود، انا بعرفك بجزين، انا بعرفك بجزين. لما تشعر انه في حدا عم يتعدى او عم بي لا. عم على لما اشعر انه الدوله لما اشعر انه الدوله ما عم تعمل دوره ولا بل متواطئه ومقصره باخذ دوري انا، بس مش باخذ على عتقي دغري على كعبه بعلن انا مظاهره ضد مظاهره وانا محضر حالي. هي بطل الدفاع عن منطقه لانه انت بعد مش مفترض قبل بليله تعرف انه هاو جايين يخربوا بالمنطقه. مش مفترض تكون تعرف الا اذا متفق انت وياهم. عم تقول انه متفق دكتور جعجع مع الرئيس نبيه بري على الا اذا متفقين يعملوا هالشغله انا بحضر وانت بتحضر، بس اذا واحد مش عارف هاي المظاهره كيف بدها تتوجه وشو نتائج اعمالها بالشارع مش مفترض فيك انت دغري تعلن حق الدفاع عن منطقه بعد ما تعرضت رد عليكم الرئيس بري بهذا السيناريو. مستفل انا ما بدي مش عم ناقش معه، انا عم بحكي وقايع. بس هون في شيء تاني، أنا ما بقدر استهجن استدعاء مين ما كان يكون على القضاء لأنه نحن بدنا نعتبر حالنا كسياسيين مسؤولين عن دم الناس واحد، مسؤولين عن أي خلل أمني بيصير، مسؤولين عن أي إرباك بالسلم الأهلي بيصير، مسؤولين عن أي أمر نحن من خلفه بعملنا السياسي. كيف يعني واحد بيستهجن؟ وهذا مطلوب كمان من الشق التاني من الشارع التاني يكون في استدعاءات ويكون في توقيفات، مش توقيفات بس بعين الرمانة. بمعزل إذا أنا راضي عن عملهم أو مش راضي عن عملهم. اليوم القوات اللبنانية القضاء بده يشتغل، القضاء بده يشتغل بالتوازن بين هون وهون لأنه الجريمة يعني حضرتك اليوم أو المشكل في شخصين بيعملوه مش شخص واحد بيعمله. عال يعني وصلنا في مسؤولية بمكان آخر يعني اليوم وصلنا للب القصيد بهيدا اللي عم تقوله، يعني حضرتك اليوم عم بتوافق بشكل أو بآخر ما تطلبه القوات، القوات عم بتقول لن يمثل سمير جعجع في القضاء إلا إذا امتثل بلا هي أنا مش هيك عم بطلب أنا عم بسألك هو إلا بيقدر يعمل هيك بس إلا أنا مش هيك عم بقول إلا إذا امتثل الأمين العام لحزب الله سيد ناصر مش الله مطلوب
مطلوب الأمين العام. وإلا إذا امتثل الرئيس بري. حبيبة قلبي مش مطلوب الأمين العام. القضاء القضاء اللي بيحدد مين المطلوب. مش مزاج عندي أنا أقول والله أنا ما بحضر على التحقيق إلا ما يحضر جاري. مش هيك بتصير. إذا ثبت بالتحقيق إنه في جاره ساعتها هونيك بتصير شطارتنا نحنا نقول بدنا فلان أو فلان أو فلان. بس مش معنى واحد كل واحد فاتح كتاب القانون عزوقه كل طائفة أو كل حزب من ضمن طائفة عامل كتاب. وهذا الكلام معنيين فيه إخواننا الشيعة كمان. مش كل واحد عنده كتابه. في كتاب واحد بالقانون. وقت اللي بيكون في اتهام أو دلائل أو أدلة بمكان ما على فلان بيروح على القضاء. مش بنعمل همروجي طويلة عريضة بالمجتمعات كلها فقط لنحمي ناس ما يروحوا على القضاء. وبذات الوقت بدنا ناس ثانيين يروحوا على القضاء. القضاء شغلته يكون عادل بالإجراءات مش شغلته يكون أداة للإجراءات. واضح؟ وبس احكي بالأداة بالمشكل في اثنين ما في طرف واحد. ما واحد بيعمل مشكل مع حاله. في طرف في مشكل في اثنين وهو اثنين مسؤولين عن الدم اللي سقط وعن هذا الإرباك اللي بالسلم الأهلي اللي حصل بين الشياح وعين الرماني. نعم. وكل واحد يتحمل مسؤوليته. بس ما فينا نضل نقول بس بدنا سمير جعجع وأنا يعني مرقته على قلبي مش كتير. وبذات الوقت نقول لا هونيك ما صار شيء. بلا صار. في سلاح في أربيجيات وفي إطلاق نار وفي شو ما كان. طيب بس بدي حول هذا الموضوع وحول مسألة انه مش بس بس بدنا ننتبه في خلط رفيع بين حقي بالاعتراض وحقي بالدفاع. مش حقك بالدفاع مش ملك بتبايك اللي عم بتدافع عنه. نعم. هيدا الدولة مسؤولة عنه وهن الدولة يتحملوا مسؤوليتهم. واذا الجيش ما عمل واجباته كل حد له حديث. في حدا هلأ بعت لي تعليق يعني كان لافت أخبر إلا كتير مهذب. شو بيقول؟ بس عم بيقول إنه أنتوا بميرنا الشلوح نزلتوا دافعتوا وقوصتوا ولا نطرتوا الجيش ليجي لما جو لما صار في مشكل قدامنا. ميرنا الشلوح يا حبيبي ما بتتشبه بعين الرماني. ميرنا الشلوح نحن بس نزلتوا حملتوا سلاح ولا لا؟ لحظة ميرنا الشلوح قوصتوا ولا لا؟ هلأ أنا ونازل من هون إذا واحد بيقرب علي على سيارتي وبشكل خطر علي بستعمل سلاحي. هيدي شيء دفاعا عن النفس شيء وانت هاجم علي وانك انت تخترع مشكل على طول خط تماس طويل عريض تاريخي وتحضر اجهزه ومرافقين وسلاح وما بعرف شو قبل بليله وتوزعهم وتراقب الطرقات وتعمل الترصد شمال ويمين شيء تاني. ما تخلطوا الامور ببعضها. اللي راحوا عميرنا الشلوحي هن قوات وحركه امل مثل ما انتم عملتوا ذات المشكل بعين الرمانه. اثنيناتكم تحملوا المسؤوليه لانه ما ميرنا الشلوحي نقلت لعندكم. انتم عم تقتحموا اماكن خاصه وممتلكات عامه وهن عم يعتبروا انه اجت مجموعه لعندهم على مقر وحمل سلاح. ما بيقدروا يعتبروا. عين الرمانه مش ملك حدا. هي منطقه مسؤول عن الدوله اللبنانيه وتابع على الدوله اللبنانيه. بس تصير عين الرمانه كونتو مستقل لسمير جعجع بدافع عنها بكل قواته. بدي انتقل شو بدكم تعملوا بالقاضي طارق البيطار؟ روي قبل القاضي بيطار بدهم هاو الشباب اللي عم بيطلعوا على تويتر يعرفوا الفرق بين حق الدفاع والفرق بين مسك السلاح بس لنعمل عنتريات بالشارع. بس بدك تمسك سلاح بيوقع دمك تحمل مسؤولية. اذا ما نكون قد عدوا بالبيوت واذا قد روحوا تصرفوا كما يجب. بس مش كل ما دق الكوز بالجرة يا غيرة الدين فاتوا على الحدد فاتوا على الشيح فاتوا على الرماني. خلصنا من النظرية. الدولة اللبنانية تتفضل تعمل واجباتها. بالحدد تتذكر شو صار بالحدد وغيره فترة؟ بس ما كان قوة ولو مغدوشي ما صار ايه وحضرتك طلعت كمان قالت لا. لانه مغدوشي اول نهار سكتنا تاني نهار اعتبرنا قطعت رجعوا كرروها تالت نهار. ايه يعني لا محترمين مطران ولا محترمين الشيخ اللي اجى من قبل الطائفة الشيعية ولا محترمين السلم الاهلي ولا محترمين العيش المشترك ولا محترمين الجيش والقوى الامنية اللي نزلوا على مغدوشي. اول نهار وتاني نهار سكرنا تمنا وما فتحنا تمنا. تالت نهار بس ما تفوت على بيوت الناس تضربها بسكين بيصير حكي تاني. طيب عاد هيك بتصير. بس ما هني عم يعتبروا نفس الشيء. مش مزبوطة النظرية. لانه هنيك صارت بشكل عفوي ومقاومة او رفض اهل مغدوشي صار بشكل عفوي مش بشكل منظم قبل بليلة. طيب بدي اتوقف فاصل علينا تاني قصير كمان وننتبه للفرق. في هون تحضير هونيك ما في تحضير.
وبنرجع لمسألة شو رح تعملوا بالقضاء العدلي وبالتحقيق. واثنيناتهم مسؤولين، أعود وأكرر، اثنين بده يطلب القضاء، اثنين وبده يوقف من اثنين. وبعدين بدنا ننتبه لشغلة، في سلاح المقاومة شيء وكلهم موافقين عليه، وفي استراتيجية دفاعية وفي مشروعية لهيدا السلاح، وفي سلاح المتفلت اللي أقر فيه اتفاق الطائف ويجب سحبه من كل اللبنانيين. نحن جماعتنا راحوا باعوا السلاح وطارت المصريات وما صرفوهن على حدا من الأرامل ومن اليتامى، بس بعد في سلاح متفلت لازم يتسلم بالبلد. إذا نحن متفقين أنه هناك سلاح واحد شرعي بالجنوب ضد إسرائيل، وإلا انتوا عم تزرعوا هيدي الفتنة بالبلد، والمئة ألف مقاتل يلي عم بتخلوا اللبنانيين مين انتو؟ يروحوا على الدفاع الذاتي. مين انتو؟ كل الحاملين سلاح واللي مش عم يرتضوا يخضعوا لسلطة الدولة. طب شو رأيك؟ ما استفزتك هاي قصة المعادلة انه انا عندي 100,000 مقاتل؟ لا ما استفزتني، لانه انا ما فهمت 100,000 بلبنان، فهمت 100,000 برا. بس هو كان عم يحكي عن لبنان. بس هيدي هيدي بتقوي لبنان وبتحصله. اوكي بس هو كان عم يحكي عن لبنان، وهو كان عم يحكي عن لبنان، هو كان عم يحكي انه معي 100,000 مقاتل مقابل 10,000 للقوات، كان عم يحكي عن لبنان، ما كان عم يحكي عن اليمن. انا بقول لك ليه، لانه انت وقت تقول انا معي 10,000 مقاتل مسيحي بين هلالين، وانت عارف انه هودي اذا رحت فيهم عيد الحرب، عيد الحرب مش متكافئة اذا بدك تعمل حرب اهليه، واذا بدك تستعملهم من اجل استضعاف المقاومه بوجه اسرائيل، عنا قدن على 10 مرات قادرين نوقف بوجه اسرائيل وما نخلي لك هذا المشروع يمرق. هيدي الرساله اللي كان بعتها سمعت السيد بهيدي الاطار، ما نفسر الامور بغير تفسير.